السلام عليكم يا ولاد، بقى نكمل بقى الريفيجن. في كويستشن كده اتبعت لي امبارح. احنا امبارح كنا احنا بنعمل ريفيجن، قلنا بنعمل ريفيجن على البارت بتاع المومنت والمومنت. كان في كويستشنز قلت لكم طريقة ان الفورس ازاي تجيبي perpendicular distance بين الفورس و البيفوت. ماشي، واحد الواتساب يفتح، لغاية ما الواتساب يفتح احنا بنشوف الكويستشنز في الاخر. مين لسه عنده دعوة في السبيس فيزيكس؟ اللي ما فتحش سبيس فيزيكس يعمل ايه؟ يذاكر ايه؟ هم 3 4 أسئلة يذاكرهم، تحفظهم، مش هيلف كتير. أول حاجة في السبيس فيزيكس هيطلب منك ايه؟ تعالى اقول لك على حاجه في السبيس فيزيكس. كلكم عارفين السبيد اوف لايت، صح؟ السبيد اوف لايت ايكوال كام؟ 3 3 باي ملتبلايز 10 10 باي 8. 8 متر بير سكند. خد الكلام كمان دي مني، السبيد اوف لايت اللي هي سي ايكوال 3 تايمز 10 باور 5 كيلومتر بير سكند. تمام، يبقى ده بالمتر بير سكند، ده بالكيلومتر بير سكند، عشان الرقم ده هتحتاجه كتير اي في السبيس فيزيكس. خلي بالك من الرقم ده. طيب اول حاجه هبدا بيها في السبيس فيزيكس ايه؟ انا هقول لك معلومه، ادي الارث او ادي السن وادي الارث، وهقول لك ايه، هات لي التايم تيكن فور لايت عشان يوصل من اول السن تو ذا ايرث، وهديك الديستنس بين السن والارث 150 مليون. مليون يعني كام زيرو؟ 150 مليون يعني 61، يبقى تايمز 10 باور 7 كيلومتر. مش 7 بقى، 10 باور 9 صح؟ 10 باور 9 عشان 150، وعندك هنا 6 زيروز، ادي 6 7 8، لا 8 10 باور 8، هيكتبها لك كده. هيقول لك ان الديستنس بين ذا سن اند ايرث 1.5 تايمز 10 باور 8 كيلومتر. حلو قوي. هيقول لك اللايت بقى هياخد تايم قد ايه عشان يوصل من السن للايرث، التايم اوف لايت هيبقى قد ايه. والله هنا بيتكلم على مين؟ على اللايت. هو اللايت ده بيمشي في ستريت لاين ولا في كيرفد باس ولا في سيركل؟ لا ده ستريت لاين. اي حاجه بتمشي في ستريت لاين وكونستنت سبيد، فالسبيد بتاعتها ايكوال ديستانس اوفر تايم. ايوه انا عايز التايم، تعالى نجيب التايم بتاعي، حط دي في رايت في التراينجل بتاعك، سبيد ايكوال ديستانس اوفر تايم، فالتايم بتاعي ايكوال ايه؟ ايكوال ديستانس اوفر سبيد. جميل. الديستانس كام؟ 1.5 تايمز 10 باور 8 كيلومتر اوفر ايه؟ اوفر سبيد. سبيد بتاعت مين؟ بتاعت اللايت اللي هي كام؟ اخد دي ولا اخد دي؟ والله لو الديستنس بتاعتك بالكيلومتر هتاخد اليونت اللي بالكيلومتر، لو الديستنس بتاعتك بالميتر هتاخد اليونت اللي انت حافظها اصلا اللي هي بير متر. خلي بالك من دي. فيبقى عندك هنا كام؟ ديفايدد باي 3 تايمز 10 باور 5. اوكي ده هيطلع لي 7.5 تايمز 10 باور 3، هنعدل الرقم ده هيبقى 5 تايمز 10 باور 2، هيطلع لي كام؟ 500. 500 ايه؟ ده تايم. ارجع للسبيد، كانت ديستنس اوفر تايم، التايم ده بالايه؟ بالسكند، يبقى ده 400 سكند. طب افرض في الانسر بتاعتك في السبيس اوف انسر قال لك ايه؟ قال لك ان التايم ايكوال كام؟ ممكن يحط لي مينت، اوعى تخسر الدرجه عشان كده. انت عندك 500 سكند عشان ترجع بيها المينت، هتعمل ايه؟ ديفايد باي 60. يعني هنا التايم بتاعي هيبقى 500 ديفايد باي 60، تطلع بكام؟ مش فاكر، كان 8 minutes وحاجه كده، 8 minutes وكام بقى 50، اشوفها 8 minutes باي 3 تقريبا، مش فاكره يعني. شوفوا هتطلع بكام. 0.3 صح؟ 0.3. ده اول سؤال ممكن يجي لك. تمام كده؟ تمام. والسؤال ده هيجي لك بأكتر من شكل، يعني هيقول لك ايه، ادي السن وادي مثلا بدل ايرث يحط لك مارس، الديستنس ما بينهم كذا، هيديك الديستنس، وانت عارف السبيد اوف لايت، تكتب الرقمين جنبك. فيجي يقول لك ايه، هات لي التايم تيكن باي لايت عشان ترافل من السن تو مارس. نفس الطريقه، هغير بس الارقام، السبيد هتبقى زي ما هي، والديستنس هتحط الديستنس اللي ادالك بالكوشن. ده الكوشن. الكوشن التاني هيديك ايه بقى؟ هيديك يا حاجة بتلف في سيركل، يعني ايرث بتاعتك، الايرث اللي هي بتوربت السن،
او المون، اي حاجه بتلف في سيركل. وهي السؤال هيجي لي على ايه؟ هيقول لك فايند ذا اوربيتال سبيد. ده اتكلمنا عنه امبارح. الاوربيتال سبيد، الاوربيتال سبيد ايكوال ايه؟ الاوربيتال سبيد يا ولاد كده ايكوال، انت عندك هنا حاجه بتربط حاجه تانية، ده الراديوس صح؟ فالاوربيتال سبيد اللي هي في ايكوال 2 باي ار اوفر تي. خلي بالك لو الاوبجكت ده الارث وده السن، يبقى انت التي دي 365 يوم. طيب يا مس، معنا دلوقتي خلي بالك لو هتستخدم هنا دي، فالسبيد بتاعتك هتطلع مثلا كيلومتر بير داي، يعني لو الراديوس ده جيفن ان كيلومتر والتايم بير داي يبقى كيلومتر بير داي، ودي حاجه صعبه قوي ما بنستخدمهاش، ممكن كيلومتر بير سكند. ساعتها هحول التايم، انا عندي 1 يير، ما ده التايم اوف 1 كومبليت روتيشن اللي هو 1 يير، فيها كام سكند او كام مينت؟ احول ازاي؟ هقول ال 1 يير 365، لو عايزها فيها كام اور يبقى تايمز 24 يبقى هجيبها بالاور، تايمز 60 هجيبها بالمينت، تايمز 6 تانية هجيبها بالسكند. خلاص بس انا هتكلم بس عن يونس الكونفرجن. طيب هقول كده 2 باي، والار بتاعتك لو جيفن ان كيلومتر ديفايدد باي الرقم اللي هيطلع لك هنا لو دي الايرث. اوكي، واكتب الرقم اللي هيطلع لي هنا بالسكند لو عايزها بالسكند، او بالمينت لو عايزها، لو عايزها بالمينت هقف لغايه هنا، مش هاخد دي هقف لغايه هنا، وهكذا بقى. طيب الكويشن ده ممكن يجي على ايه؟ على المون. واخد بالك انت ان انت هنا عندك بيديك حاجه انت عارف البيريد بتاعتها بكام؟ يعني انت عارف ان البيريد هنا 365، ايه اللي كمان اللي انت عارفه؟ عارف المون، المون بياخد كام يوم علشان اوربت ذا ايرث؟ هنقول 28 دايز. ال 28 دايز فلما يديك الراديوس او الديستنس بين الايرث والمون، فتقول له 2 باي ار اوفر ايه 28 دايز، دي تاخدها على جنب وتحولها لي السكند او لمينت حسب ما يطلب منك. يعني شوف هو عايز السبيد بتاعتك ايكوال كده، يكتب لك مثلا كيلومتر بير سكند. هنا حضرتك كل التايم عندك لازم يبقى بالسكند، وكل الديستنس عندك لازم تبقى بالكيلومتر. تمام، يعني لو اداك الار بالميتر هتحولها لي كيلومتر. ازاي؟ ديفايد باي 1000. معلش عشان اوكي، فال 28 دايز دي هتبقى كام؟ دايز هتبقى 28 multiplies 24 كده هتجيبها بالاورز، multiplies 60 يبقى بالمينت، multiplies 6 تانية يبقى بالسكند. هتاخد الانسر دي كلها تحطها لي هنا، دي التايم بتاعي، وتجيب الانسر وجبت السبيد بتاعتك، دي اوربتال سبيد. طيب ايه الحاجة المهمة جدا 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 وما يقدرش ما يسألكش فيها؟ ركز بقى، يعني هي حتى سهلة. ايه هي بقى؟ هيجيب لك كومت ويجيب لك بلانت. بلانت ايه بس الفرق معلش، هي بينهم؟ الصفحة بتاعت امبارح نزلت على اليوتيوب. انا رجعتها على اليوتيوب. تمام، اوكي. ايه الفرق بين الكوميت والبلانت؟ الكوميت بيوربت ذا سن، السيميلاريتيز يا ولاد، ده اوربت ذا سن وده اوربت ذا سن، يبقى السيميلاريتيز ده اوربت ايه؟ ذا سن، وده كمان اوربت ذا سن. الديفرنسز بقى، ده اوربت ذا سن في هايلي elliptical اوربت، يعني مسار ستريتشد قوي، هايلي elliptical اوربت. والهايلي elliptical اوربت السن ما ينفعش يكون في النص، لازم تبقى يا بوينت يا هنا يا هنا، فالسن بالنسبه له هنا. ده تقريبا slightly elliptical اوربت، ده slightly elliptical، وده بيكون ايه؟ highly elliptical. خلي بالك بقى من اللي جاي ده، السؤال الإجابة اللي هقولها دي منطبقة applied على كل حاجة بتوربت في سيركت. ايه بقى بالنسبة للسولار سيستم؟ كل ما تقرب، كل ما تبعد عن الشمس، يعني انت موجود عند البوينت مثلا ايه، وانت موجود عند البوينت مثلا هنا مثلا بي، أقرب نقطة بالنسبة للصن. طول ما أنت بعيد عن الصن، الـ gravitational potential energy increases عشان الهايت بيزيد، ما أنت هنا كأنك في هايت بينك وبين الصن، والكينيتيك energy بيحصل لها إيه؟ decreases.
هتقرب من الصن عند البوينت بي هيحصل العكس. طول ما انت بتقرب الكينيتيك بتاعتك بتزيد والجرافيتيشنال بوتنشال انرجي decreases. فانت لو هنا كده مش عارفة بقى يا جماعة، انا تقريبا القلم بتاعي فصل تماما، مش عايز. ايوه كده. اوكي يا ولاد، فانت كل ما تقرب من الشمس قلنا الجرافيتيشنال بوتنشال انرجي هيحصل لها ايه؟ ديكريسز، والكينيتيك انرجي انكريسز. هو كده دايما هيقول لك كده كومبير ما بين البلانت نفسه او الكوميت نفسه، هو عند البوينت ايه وهو عند البوينت بي. فيقول لك هنا ليه عند البي السبيد بتاعته بتبقى فاستر؟ ليه؟ سرعته زادت ليه؟ عشان هو قرب من الصن، فالجرافيتيشنال بوتنشال انرجي قلت. قلت ليه؟ عشان اتحولت لكينيتيك انرجي، فالكينيتيك انرجي لما بتزيد السبيد بتاعتنا بيزيد، وانت بتبعد يعني الجرافيتيشنال بوتنشال انرجي زادت فكانت الانرجي بتاعتك بتقل. طب هو ليه هنا، بصي حته بقى ايه فنيه قوي، ليه هنا السبيد بتزيد؟ عشان يهرب من الجرافيتي بتاعت الصن، بس هو لو قرب هنا ممكن يحصل اتراكشن، فلازم السبيد بتاعته تزيد قوي عشان يهرب من الاتراكشن بتاع الصن. اوكي طيب، ده سؤال مهم. السؤال التاني بقى هيجي يقول لك ايه؟ خلي بالك ده كله على البلانت والصن، يعني انت لو جه قال لك مثلا ده دي الصن هنا والايرث هنا، هنا بيحصل لها ايه حضرتك؟ دي جرافيتيشنال بوتنشال انرجي قليله، كينيتيك سوري كبيره. مش عارفه جرافيتيشنال بوتنشال انرجي كبيره، كينيتيك انرجي قليله، هتيجي هنا هيحصل العكس. بس خلي بالك لو قال لك ليه هتزيد، هتقول له عشان اللو اوف كونسرفيشن اوف انرجي. يعني ايه؟ يعني جرافيتيشنال بوتنشال انرجي بلس الكينيتيك انرجي افري وير ان ذا باث از ذا سيم، يعني مجموع الاثنين مثلا، مثلا لو قلنا 1000 جول مثلا رقم عبيط كده، فلو دي بقت هنا 900 دي هتبقى هنا 100. طب وهنا والله لو دي قلت بقت 100 فكينيتيك انرجي هتبقى 900. لازم السمشن بتاع الاثنين في اي بوينت يبقى ذا سيم، ده اسمه law of conservation of energy بالنسبة لأي حاجة بتorbit sun. ال summation of gravitational potential energy and kinetic energy always the same at any point of the path. طيب تعالى بقى حاجة تركية حلوة قوي، ممكن يقول لك ايه؟ انت دلوقتي عندك ادي ال path بتاع ال planet بتاعك، اوكي، وبعدين عندك هنا ال sun وعندك هنا ال planet، قول لي بقى الدايركشن بتاع الفورس. هيقول لك درو او اكتبها لي. لو قال لك درو بسيطة جدا، الدايركشن اوف فورس هتبقى كده. طب لو قال لك اكتبها لي بقى، هتقول له ايه؟ ان الدايركشن اوف فورس يا ولاد دايما perpendicular to the direction of motion. طب اجيب الدايركشن اوف موشن ازاي؟ الدايركشن اوف موشن بيكون tangent. ترسم ال direction of motion ازاي؟ ترسم لي tangent كده، ده هيبقى كده. اوكي فدايما ال direction of force كده، ده كده perpendicular يعني عامل 90 degree مع ال direction of speed او velocity يعني او direction of motion. خلصنا السؤال ده. ايه كمان ممكن يجي لنا في ال space physics؟ اهم حاجة بقى، يلا Hubble constant. ايه هاب الكونستانت ده؟ ده رقم ثابت 2.2 تايمز 10 باور نيجاتيف 18 بير سكند. لازم احفظه؟ لا، ممكن اكتبه بير سكند اور سكند ماينس 1. طب اعرف اليونت؟ لازم تعرف اليونت، يا بير سكند يا سكند باور نيجاتيف 1. طيب ده يتحفظ؟ هو يدوي لك في السؤال المطلوب، اول سؤال ممكن يكتبه لك يقول لك ايه؟ ديفاين هاب الكونستانت ايكوال ايه يا ولاد؟ مين كان معانا امبارح؟ في اوفر دي. مين ال V؟ speed of galaxy. speed of galaxy مين ال D؟
a distance of galaxy from Earth، مش from أي حاجة تانية. distance of galaxy from Earth. طيب هيعمل ايه في السؤال؟ هيديك السبيد بتاعة الجالكسي وهابل كونستانت هيديهولك ويطلب منك الديستنس، حطهم في تريانجل. ازاي احطهم في تريانجل يا مس؟ ده اوفر ده، ده ديفايد اللي هي دي، ده ديفايد، يبقى هنا في وهنا دي وهنا اتش نوت. طب هو عايز مين؟ هو عايز الديستنس يبقى في اوفر اتش نوت، عايز السبيد يبقى في تايمز اتش نوت تايمز دي، وهكذا. طيب هيطلب منك ايه؟ هيطلب منك حاجة تانية خالص، age of universe، عمر الكون. عمر الكون كام سنة؟ يا نهار أبيض، أجيبها ازاي؟ 1 over h node. ايه ده؟ بس كده، بس كده يعني 1 over الرقم ده 2.2 times 10 power negative 18. بس خلي بالك هيطلعلك عمر الكون بالايه؟ بالسكند. ليه؟ لأن ده أصلا unit بتاعته per second. طب عايز تحولها ل minutes divided by 60، يعني ال age of universe الرقم اللي عندك ده اعمله divided by 60 يطلع له بالمنت، اعمل له divided by 6 times 60 يبقى بالاور، 60 times 60 times 24 يبقى per day. لو 60 times 60 times 24 times 365 وهو ده اللي بيجي هيبقى بال years. خلاص كده، ده هابل كونستانت. آخر سؤال، آخر سؤال هيجي هيقول لك what is redshift وإيه هو الكوزميك مايكروويف باك جراوند راديشن. الريدشيفت والكوزميك مايكرويف باك جراوند راديشن وإيه علاقتهم بالبيج بانج ثيوري. بس كده، بيج بانج ثيوري. هتكلم عن ريد شيفت، هنقول فيهم 3 كلمات ما تقولش غيرهم، ان الجالاكسيز دي جالاكسي موفينج اواي بتبعد، فايه اللي بيحصل؟ انا هرسم هنا الايرث زي ما قلت امبارح، السن اهي، اللايت اللي بيجيلي من السن او الراديشن اللي بيجيلي من السن بيكون ليه كان ويف لينث ثابت. انا عارف الويف لينث ده كام، اللمده دي كام، وعارف لا فاهم، واللمده ثابته مش بتتغير. الجالاكسي الويف اللي بيجيني منها بتتغير. طب ليه؟ اصل السن بالنسبه للايرث ستيشنري الراديوس بتاعها ثابت، مش بتبعد مش بتقرب، لكن الجالاكسي بتمشي بعيدة عننا خالص، ماشيه في الدايركشن ده، فهي ماشيه كده. الويف لينس اللي بيخرج منها بيخرج صغير كده على ما بيوصل لحضرتك، يبقى longer في الإيرث، مش عارفة أنا محطوطة فين كده أهو، وبعدين الفرنس يبقى longer wavelength، يعني هنا اللمدة صغيرة، هنا اللمدة إيه كبرت. ده اسمه إيه ده؟ ده اسمه red shift. طب أقولها إزاي؟ هتقولي اللايت اللي جاي لي من جالاكسي بتبعد عن الأرض الويفلينس بتاعه بيزيد، ليه؟ عشان هي بتبعد عن الأرض. طب الريد شيفت ده بيحصل في اللايت بس، بيحصل في اللايت والساوند وبيحصل في اي ويف، بس خاصة اللايت والساوند. اوكي، يبقى وات از الريد شيفت؟ يلا نرجع هنا، مين هيقول لي الديفينيشن بتاع الريد شيفت؟ هتقول ايه؟ the light of the light comes from a galaxy، the light comes from a galaxy. مالها الجالاكسي دي؟ تكون ايه؟ جالاكسي، يمكن جالاكسي moving away from earth، بيحصل لها ايه؟ اللايت ده بيكون ايه؟ has longer wavelength، long الwavelength بتاعه بيزيد، longer lambda. طيب تعال نشوف ايه الباك بانك ثيوري وهنربطهم في الاخر ببعض. البيج بانج ثيوري بتقول ايه؟ بتقول ان الكون كله، اليونيفرس كله كان very small point، very small condensed point، يعني point واحدة تقيلة كده، حصل explosion كبير اسمه البيج بانج. البيج بانج ده لما حصل
دي اختفت وبدأت البودكاست بتاعتها تبعد تمشي كده، ولسه لغاية دلوقتي بتبعد. البيج بانج ثيري بتقول ان اليونيفرس كله نشأ من نفس البوينت، البوينت دي كانت فيري سمول فيري سمول بوينت او فيري سمول بول كونسنتريتد او دنس فيها ماتر كتيرة جدا. فهو دلوقتي هل الثيري دي صح ولا غلط؟ قالك الثيري دي صحيحة. طب ايه الايفيدنس بقى؟ ما انت عندك كل بارتكل في السبيس بيبعد عن بعض. انت حبيبي موجود في بوينت كده في السبيس اسمها السولار سيستم او الارث اللي انت موجود عليها، فمفروض كل حاجه عندك حواليك في الكون بتبعد عن بعضها. فانت لو سافرت جوه الكون ودخلت جوه الكون هنا هتلاقي حضرتك سراوندد براديشن كله حصل له ريد شيفت. يعني ايه؟ يعني خرج من الجالكسي بتاعك اللي عنده شورت لامدا، وبعدين دلوقتي بقى عنده لونجر لامدا، واللونجر لامدا دي في الرينج بتاعت المايكروويفز. المايكروويفز مالية السبيس، كل بوينت في السبيس فيها الراديشن ده اللي اسمه ايه؟ كوزميك مايكروويف باك جراوند راديشن. طب لو قال لك وات از كوزميك مايكروويف باك جراوند راديشن هتقول ده راديشن ماله؟ فاوند in each point in the space in each أو everywhere find every where in the space. طب هو جاي منين؟ هو أصلا radiation خرج وقت البيج بانج after البيج بانج theory ب very few time. أول ما حصل البيج بانج theory بعدها ب very little time خرج ال radiation ده، وفضل يحصل له ريد شيفت لغاية لما وصل للرينج بتاع المايكرويف. يعني فضلت الويف لينس بتاعتي تزيد 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 لغاية لما بقت في رينج المايكرويف. يبقى هو راديشن فاوند افري وير ان ذا ان ذا سبيس emitted after بيج بانج، خرج بعد حدوث البيج بانج and radiation and red shift happened to this radiation. حصل له radiation ده ريد شيفت. طب ده أكبر دليل إيه؟ ده أكبر دليل إن الكون بيبعد عن بعضه. طب ما معنى إن الكون بيبعد عن بعضه إن هو أصلا جاي من نفس البوينت، which indicates إيه بقى؟ لما تكتب كلمة ريد شيفت تقول ده indicates إيه؟ إن اليونيفرس يونيفرس ماله؟ is in continuous expansion. طيب وتسكت؟ لا، continuous expansion دي معناها ان هو اصلا يعني بيبعد عن بعضه، يبقى هو اصلا كان في يوم من الايام ايه كلهم came from the same point which means ان all particles او particles of universe came from the same point came from same point، وده evidence على البيج بانج ثيري. فالريد شيفت والسي ام بي جي ار ده ايفيدنس على البيج بانج ثيوري. ازاي؟ الريد شيفت ان الراديشن بيحصل له الوفلنس بتاعه بيزيد عشان الجالاكسي موفينج اواي، ولقوا ان اليونيفرس مليان مايكروويفز كتيره جدا، وقالوا ان المايكروويفز دي خرجت بعد البيج بانج على طول، فحصل لها ريد شيفت. فبالتالي البارتكلز ده معناه ان البارتكلز او الجالاكسيز بتبعد عن بعضها، وده معناه برضو ان الجالاكسيز دي they originated from the same point، خارجين من نفس البوينت. اتمنى كده اكون غطيت لك تقريبا يعني السبيس فيزيكس كامل باذن الله. طبعا المون فيسز ما تنساش، اوعى ما تذكرش المون فيسز خلاص، ده جاي في مارش. المون فيسز مهمة. اتفضلي يا جنى. بس معلش يعني هو دلوقتي اللي هي البوينت كوندنسد فطلع منها الريز دي، فالريز دي كأن كده طلع فيه ريز من هي دي الجالاكسي. مش ريز، هي دي مش ريز، هي دي كانت كوندنس، يعني كرة مكثفة مليانة بارتكلز. الماتر البارتيكلز دي لما طلعت دي البارتكلز دي بقت الجالاكسي لما اتحركت، فاهمة؟ وبعدت كل بارتكل بقى جالاكسي. اوكي
بالنسبة يعني طب ايه اللي بيعمل الريتشيبس؟ مش هي يعني هي المفروض بارتيكلز دي اللي بتعمل بما عندها ما هي جالاكسيز دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ستورز، فالستورز بتإميت لايت، صح؟ فكل ما بتبعد اللايت اللي بيخرج منها بيحصل ريتشيفت، فاهمة؟ على تمام، لأن فكرة بعدوا عن بعض أكتر صح؟ فعبال ما توصل للتانية بتبقى هي عندها بقى أزيز، هاي بصي ويف لاين. اللايت الويفز لما بتخرج من أي جالاكسي بتبقى عادية جدا زي السن، بس عشان احنا بعيد وهي بتمشي أبعد فالويفز اللي بتوصل لنا بيحصل لها شيفت. خلاص فكرتيني بقى بسؤال مهم جدا، جه في الثلاثه فيرينت السنه اللي فاتت، بيقول لك ايه هي الكوانتيتي اللي بيعتمد عليها الساينتست عشان يحددوا the speed of galaxy؟ هنا الطلبه هتكتب ايه كلها؟ هيقول لك هابل كونستانت. لا، الكوانتيتي اللي الساينتست اعتمدوا عليها ويف عشان، لينكس ايوه برافو، change in wavelengths، ما تقوليش wavelengths، نقول change in wavelengths. ليه بقى؟ ما هو الريد شيفت معناه ايه؟ ان الويف لينث بقى لونجر. فانا لو عملت كومباريزون، يعني انا لو جيت مثلا في الدياجرام ده لو شفت الويف لينث ده والويف لينث ده وقارنت الاثنين مع بعض، عملت كومباريزون بالاثنين، يعني قلت ده ماينس ده، هعرف الريد شيفت قد ايه، هقدر اعرف الجالكسي دي على مسافه قد ايه وماشيه بسبيد قد ايه. في أنا حاجه بس كمان، عندي سؤال، اتفضلي. طب معلش هو ممكن بس إيه؟ اقول دي، هقول حاجه بس، حاجه واحده وهسمع سؤالك. بص يا اولاد، هابل كونستانت ده في كده دايجرام اسمه هابل دايجرام. الهابل دايجرام ده الجالاكسيز بتاعته موجوده كده، موزع كل الحاجات اللي في اليونيفرس موجوده هنا كده. مش انت عندك هابل كونستانت اتش نود ده ايكوال في اوفر دي؟ هابل ده جاب الحاجات اللي هو شايفها في اليونيفرس كلها وبدأ يجيب الفي والدي بتاعتها وبدأ يحطهم على دايجرام بالمنظر ده. بعد كده الدايجرام ده اسمه سكاتر، عشان ده برضو موجود سكاتر دايجرام او سكاتر جراف. السكاتر دايجرام ده كأن كل البوينتس دي كأنها وان ستريت لاين، وجيب الجريدينت بتاعه ده اوفر ده اللي هو هابل كونستنت. اتفضلي قولي سؤالك. هو ممكن يسألني ايه في المون فيزيس؟ يعني سؤال ممكن يجي ازاي؟ يا اولاد احنا المون فيسز دي احنا قلناها، بصوا كده اول حاجه في المون فيسز السان ريز بتيجي من هنا. المون فيسز عندك 8 مون فيسز. الميتنج هيخلص؟ طيب ماشي اوكي. عندك 8 مون فيسز، ترسمهم ازاي؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. يلا مين كان حاضر معايا امبارح هيقول لي المون فيسز ده هيكون ايه؟ ده نيو مون، ده دارك خالص، ده اسود اهو، ده كده ده دارك، ده اسمه ايه؟ نيو مون. نيمون عكس نيو مون ايه؟ فول مون، فول مون ده فول مون قدامه على طول، ده اسود كله وده وايت. طيب ده هاف مون او ده كده هاف مون، الهاف مون بيبقى كده وده كمان هاف مون، بص كده. وانت فوق الوايت فين؟ الوايت ايه اللي كانت on the right، وانت فوق، انا هقسم الموشن دي كده جزئين، جزء فوق وجزء تحت. وانت فوق الوايت on the right، يعني جزء ال on the right ده هيبقى وايت والتاني هيبقى دارك، وانت تحت هيبقى الوايت on the left فهيبقى تاني دارك. اوكي، وبعدين تيجي تمشي بالتدريج بقى، ما هو ده كان بلاك، بعد كده بقت الحته الوايت تبقى صغيره تزيد شويه فبقى كريسنت، فده كله بلاك هنا كده. طبعا نرسمها أبطأ شوية أهو، ده كريسنت، وبعدين الجزء الوايت زاد، اللي كان بقى الجزء الوايت ايه بدأ يزيد أكتر فتبقى دي الحتة الكريسنت دي، برضو ده كريسنت. وبعد كده بقى فول مون، وبعد الفول مون الحتة البلاك بتاعتك بدأت تزيد، فبص بقى الحتة البلاك هتبقى هنا أهي، هنا الحتة بلاك زادت شوية أهي، هنا الحتة بلاك زادت أكتر فهتبقى كده كل ده بلاك. اوكي طيب تعالى نشوف الاسم المسميات بقى، اللي فوق كلهم بيبقى فيهم كلمة واكسينج واللي تحت فيهم كلمة ايه؟ وانينج. ده واكسينج كريسنت، اللي قصاده وانينج كريسنت.
ده هاف مون، هو اسمه كده، اسمه هاف مون، بس الهاف مون ده موجود فين؟ بعد افتر 1 ويك، الشهر بيبدأ هنا، ده داي 1، ده داي 7، ده افتر 7 دايز، فده بنسميه ايه؟ هاف مون، او احنا بنسميه الفيرست كوارتر، يعني بعد اول، ده اول ربع في الشهر، يعني اول اسبوع. بعد كده الفول مون، وده اسمه، الاتنين دول اسمهم جيبس، بس ده اسمه ايه؟ واكسينج جيبس، ده اسمه ايه؟ وانينج ايه جيبس. اوكي، بس خلاص، ده فيرست كوارتر، ده ثيرد كوارتر، او لاست كوارتر، يعني ده بنسميه لاست كوارتر او ثيرد كوارتر، لاست كوارتر او ثيرد كوارتر، دي المون فيزز. خلاص تبقي عارفة ده فول مون امتى؟ افتر 14. تتقسمي الموشن بتاعتك بقى، تقسميها كده وكده، كده 1 ويك، كده 2 ويكس، يعني افتر 14 دايز هيبقى فول مون. هنا لو الثيرد ليس اللاست كوارتر ده افتر 3 ويكس، اللي هي كام؟ 21 دايز. اوكي، والنيو مون السايكل دي كلها بتاخد قد ايه؟ 28 دايز. اتفضلي، عندك كويشن؟ اتفضلي. لو الريز الناحية التانية كل حاجة هتساعد نفسها، لو ايه؟ الريز يعني السن ريز اللي هي على ما اليوم لو هي ينفعش جاية. الريس تبقى من الناحية التانية، ما ينفعش. اوكي خلاص، ماشي، كمان يعني الشكل ده بالظبط، لازم ده شكله يتحفظ. في حتة مهمة قوي بتاعة السمر والوينتر، هو ده بقى اللي ممكن انتي ترسمي السن ريز من ناحيتين. ليه بقى؟ لأن السن بتبقى هنا والإرث بتبقى هنا، والإرث بتقرب السن، بس الإرث مرة تبقى هنا مرة تبقى هنا، وهي هنا. ادي الارث، هرسمها ازاي؟ هرسمها ب سيركل كده، بس مايله شويه. بص بقى، ركز في الحته دي، حته مهمه قوي 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 اهو، وهي دي كمان. ادي الارث بتاعتي، في اكس هنا الارث بتلف حواليه، الاكس ده الارث بتلف كده يا ولاد في الدايركشن ده، حوالين الاكس ده، الاكس ده تلتت، يعني مايل بانجل 23 مع ايه؟ مع النورمال، مع الفيرتيكال لاين. بص كده، ده كده الانجل دي 23، ولو جيت هنا ادي الاكس بتاعي اهو، والانجل دي 23. السؤال بقى هنا 23، السؤال بقى ايه بقى؟ انت هنا السان جايلك من السان، جايلك كده صح؟ السان ريز جايلك كده. اوكي، اوصف لي بقى. طبعا خلي بالك، النورثرن هيمسفير لو عندك هنا وينتر يبقى تحت هيبقى فيه سمر، ولو عندك هنا سمر يبقى تحت هيبقى وينتر. يعني احنا دلوقتي عندنا سبرينج نص الكرة، او عندنا سمر يبقى نص الكرة التانية عنده وينتر. خلاص، طب قول لي بقى، النورثرن هيمسفير ولا الثورثرن هيمسفير هو ده اللي عنده وينتر؟ النورث هيبقى ايه؟ النورث وينتر هنا ليه؟ عشان ده شايفين الكرة مايلة بعيدة عن السان رايز. طب وده قريبة من السان رايز، هيقول لك ليه؟ ليه هنا في وينتر؟ هتقوله because it receives، بتستقبل less radiation of the sun، ده قريب من السان، it receives more radiation from the sun. طب بالنسبة لدي، انت السان رايز جايلك ازاي؟ جايلك كده، تمام؟ فالنص الكرة الشمالي هيبقى ايه؟ هيبقى سمر، عشان هو ايه؟ قريب من السان ريز، ده تلتد اواي فروم ذا سان ريز، بعيد عن السان ريز، فهنا هيبقى وينتر وهنا سمر. فهنا الانرجي ريسيفد فروم ذا سان هتبقى في سنة اللي فوق في النورث مور ذان ذا ساوث. طيب، هو الدياجرام مش بيجي كده، الدياجرام بيجي لك النص، يعني في السؤال بيجي لك الجزء ده او الجزء ده. يعني هرسمها لك ازاي؟ يرسم لك ريس كده ويحط لك الارث كده اهو، ويقول لك ده النورثرن وده الساوثرن هيمسفير. قول لي بقى، اللي فوق السمر ولا وينتر؟ طب ما السمر زي من هنا، يعني السمر موجوده هنا، يعني انت هنا ايه؟ بتبعد عن الشمس، يبقى هنا وينتر، وهنا ده ايه؟ بيقرب من الشمس، ده ايه؟ سمر. سؤال تاني بيقول لك ايه هو، ايه السبب اصلا ان في فور سيزونز؟ حد يعرف الفور سيزونز because of ايه؟ التلتينج بتاع
الأرث الايه؟ التلتنج. التلتينج تيرنينج؟ لا، الفورس التلتينج تلتنج اوف ايه بقى؟ of the تلتنج earth بالارض. acting ايوه، ان الايرث اكسس، الاكسس اللي الايرث بتلف حواليه ده is tilted by 23 degree الفور سيزونز because the because the earth's axis دي مهمة قوي is tilted by ايه؟ tilted by 23 degree. ما هي الايرث بتاعتك عشان هي مايلة، ففي جزء بعيد عن الشمس وجزء قريب من الشمس، فده بيبقى وينتر وده بيبقى سمر. طب لو كانت الارض كده والارث كده وهي مظبوطه بالظبط، والله اللي هنا هيبقى زي هنا، بتريسيف نفس الاماونت اوف لايت في كل سايد، لكن هنا لا، في جزء بعيد فبيرسيف لس اماونت، هنا جزء قريب بيرسيف مور اماونت. اوكي، كده الميتنج هيخلص. حد عنده اي كويستشن؟ حد محتاج نعمل حاجه تاني؟ انا بقى عايزه اقعد احل كده، احل امتحان واسيبكم في امان الله بقى. ايه، تستعدوا؟ حد عنده اي حاجه؟ مسوى. بس معلش، هو ينفع يس، حضرتك تعملي الويف فرونت؟ الويف فرونت طبعا دي حته مهمه. اوكي، طب مسوى احنا عندنا بتاعت الدوبلرز افكت، اعمل ايه؟ عندنا ايكويشن بتاعت الدوبلرز افكت. لا لا لا، الدوبلر ايفكت هو يقصد بيه عندنا اللي هو الريد شيفت. الايكويشن طب بتاعت الدوبلر ايفكت دي في الاكسل، مش موجوده في المنهج بتاعنا. بس شكرا. بس نعم، اوكي. إيه، ممكن بقى نتقابل تاني وبعد كده نشوف نرسم الويف فرونت ازاي. اوكي، يلا، سلام عليكم.